السلام عليكم اخوت، بخير؟ امور هانيه، صحيح؟ انا بس الحمد لله. عندنا ثلاثه الفحولات، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. طالعين الجموع، هذا الاول، هذا سوبر اس، طالع جموع، تبارك الله ما شاء الله. هذا إخوان بروميير، نمرة واحد، مطبوع من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، توا طالع جموع أخوت. غادي ان شاء الله نخليو لكم الفيديو في الرقم ديال الكساب في العنوان تاع الفيديو، اللي بغى شي حاجه تواصل معاه. هادو اللي فيهم الخط احمر، حتى ماشي كامل مطبوع بالخط الاحمر، هما بروميير. هذا اخوان هو الفحل الثالث، اللي حتى هو بروميير نمرة واحد، حتى هو نطلع ديال الجموع، تبارك الله ما شاء الله. اللي بغى ما اخوان راه مباشر يتواصل مع كساب، تفاهم معاه في التمام. هادشي اللي كاين، تحياتي لكم كبيرة اخوت. هاد السلعة ركبت وجدنا واحد ديال تطوان الشامه، كما تشوفوا راه تبارك الله ما شاء الله حواله مليح، يبغى يتواصل مع مولاه. شكرا لكم وتبارك الله عليكم اخوت، الله يسهل الجميع ونهاركم مبروك.